الآن نتكلم عن الـ Building Sentences with Adverb Clauses. طبعاً هذا الـ Building Sentences with Adverb Clauses هو عبارة عن دمج للمعلومات اللي إحنا أخذناها، راح ندمجهم سويا، ومن الزمن يعني من اللي نتكلم عن الماضي عن الماضي وإلى آخره، يعني نفس الحكي اللي إحنا حكينا. نحاول قدر المستطاع إذا كانت الجملة مضارع مع مستقبل It's okay، إذا كانت مثلاً يعني قريبة من بعض مو مشكلة، بس ما أستخدم ماضي وفيوتشر لا، هاي مراهمة. نأخذ مثلا على هذا الموضوع. هذا الموضوع صراحة هو موضوع تدريبي وعملي أكثر مما هو نظري، يعني مو مثلاً قاعدة تنطيها وتروح خلاص، لا لازم شوية واحد يطبق وياه، خليك وياه، وأي كلمة راح أقولها أو ملاحظة حاول تكتبها. الجملة هنا: When I walked in the room, Secretary looked at me as if I had done something terribly wrong. عندما مشيت متجها إلى الغرفة، أو عندما دخلت، أو عندما مشيت باتجاه الغرفة، نظر إلي السكرتير أو سكرتيرة نظرت إلي as if وكأنني had done something، قمت بعمل شيء سيء للغاية. طيب الآن من أقول من أجي من مستخدم لي هو الوين هنا، طبعا ليش؟ لأنه وقت من أنا مشيت وين the secretary، طبعا هنا هاي الوين، خلينا الفارزة هنا، إذا نلاحظ هاي الفارزة فصلنا بها الجملة الأولى عن الثانية، وهنا the secretary، طبعا هاي الجملة الأولى dependent clause لأنها تحتوي على وين، وجمعنا مو واضح عندما مشيت ولا الغرفة. أوكي شنو يعني صار مو واضح، فنحتاج تكمل ذاك السكرتري looked at me، نظر إلي أو نظرت إلي as if وكأنني، ليش؟ لأنه هذا تشبيه، تشبيه شكل، يعني تعبيرا لشكل معين أو وصفا لشيء معين، فقال as if. لو عنده تناقض كان قال although. فاحنا هنا زين استاذ انا ضعيف بالمعاني، ما عندي معاني، ما عندي كلمات، لا لا لا، هاي قدامك انا قاعد اترجم جمل ذني تحفظها حفظ، حتى المعاني اللي ما تعرفها انت تقعد تقراها هسه. من اقول terribly wrong يعني سيء للغايه، wrong يعني خطا او سيء، وterribly للغايه الكلمات اللي انت ما تعرفها وضعيف بين، هاي قدامك احفظ، اقعد احفظ كلمات غريبه اللي ما تعرفها. طيب Since I don't have all papers I need، طالما أنني لا أحتاج كل الأوراق، هذه الأوراق ما أحتاجه، I will have to make another appointment as soon as I get them all together. إذن هنا لأنني لا أحتاج، لأن هذا سبب، لأنني لا أحتاج هذه الأوراق، I will have to make another appointment as soon as I get them all together. إذن هنا هاي سبب استخدمنا السنز، لأن إحنا ذكرنا السنز مرة تدل على التايم وتدل على الوقت، من أقول هنا هاي سبب لأنها ما بها وقت، لأنني لا أحتاج هذه الأوراق، I will have to make، يجب أو توجب علي عمل أوراق أو موعد جديد، أوراق جديدة، as soon as I get them all together، طالما بينما أو حالما، as soon as هاي وقت طبعا، I get them all together من أحصل عليهم سوي، هذا وقت، إذا نستخدم as soon as. نفس الحكي هذا التمرين اللي قدامنا، I enjoy fall، أستمتع بفصل الخريف، I prefer summer، وأفضل فصل الصيف، the trees and flowers are in the bloom، لأن الأشجار والأزهار تكون لامعة، هيك بمعنى. واحد يقول لي أستاذ هنا ماكو because، بس هو مبين المعنى، المعنى يقول لك، المعنى يقول لك يعني اكو سبب، يا انت ليش تفضل السمر؟ although I enjoy في fall، بالرغم من انني افضل فصل الصيف، هاي استمتع بالصيف، بالرغم من انني استمتع بفصل الصيف الا انني افضل فصل الصيف، هذا تناقض، لان جملتين متناقضات. اذا راح اقول، although I enjoy fall، بالرغم من انني افضل فصل الخريف، استمتع بفصل الخريف الا انني افضل فصل الصيف، لان الاشجار تكون لامعة او تكون بابهى صورة،
بأبها صور. إذا هنا المعنى مهم، ما عندي معنى هاي الجمل قدامك اقعد احفظ معانيه واحفظ التمارين، وانت احفظ المعاني معاني مو بس تحفظ الحل، لان اذا حفظت الحل بدون معاني سلم لي ما راح تفتهم كل شيء، لان الموضوع مو موضوع بس مجرد حفظ جمل وكذا بس، لان ممكن الاستاذ يغير، فانت حاول نحفظ المعنى اكثر من نحفظ الجمل كحل. يعني انت من نقرا المعنى انت خلاص اذا عرفت انه اي فول طيب شلون تقراها؟ خلنا هاي جمل اظل عيد بيهن اقراهن واقرا الترجمه مالتهن، وانا دا ترجم لي اي انجوي فول اي بريفر سمر اند ذا تريز اند فلاورز ار ان ذا بلوم، اظل عيد بيهن مره مرتين ثلاثه واقرا الترجمه. مثلا عندنا الجمله الثانيه يسترداي جون وين تو ذا بانك افتر كلاس بعد الصف او بعد الدرس because he had to cash it. هنا اذا نلاحظ هاي الجمله الاصليه يقول he had to cash a chunk، يعني يريد يسحب فلوس او تشيك حسابه تشيك فلوسه بالمصرف او الى اخره. اذا he went to the bank ذهب الى المصرف after بعد الدرس he had to. اذا هاي شنو هذا سبب، هذه سبب. اذا راح نستخدم because he would ورا السبب شنو راح يجيني؟ راح يجيني نتيجة، فراح استخدم so that. أنت تقرأها أول مرة تحسها صعبة، بس صدق من تقرأ الترجمة راح تكون سهلة وجدا بسيطة. الجملة الثانية he has an account at Citibank they would هنك لب لب لب. إذن although يقول they would not let him cash it، بالرغم من أنه يملك حساب في هذا البنك إلا أنه ما سمحوا له يعني بهذا الفرع، يعني لازم نروح على غير فرع. إذن هذا تناقض. أقول although he has an account they would not let him cash وإلى unless إلا إذا could present them with proper and identification، إلا أن تعرفون عليه بشكل صحيح، إلا يتعرفون على هويته ومعلوماته بشكل صحيح. طبعا هسه واحد يقول والله استاذ الموضوع صعب، وأنا وافقك الرأي. تعرف ليش صعب؟ لأنك ما قاري المواضيع السابقة. أنا أسألك ليش المن تستخدم ما راح تعرف، وأنا ما راح أجاوبك صراحة، راح أخليه حصر عند قلبك. أليس ما راح أقول لك المن تستخدم وإحنا ما أخذينه، بس أتحداك إذا عرفت أليس هي أداة شنو ما راح أجاوبنا طبعا أكيد، لأن ما تعرفها. أليس أي أداة هي المن تابعة المن ذني هسه although because so النتيجة قلت لك so that because السبب، بس unless المن لأنك ما قاري ما رح تعرفها. فأنت لما تقول لي أنا واجه صعوبة، السبب الأول أنك ما قاري المحاضرات المواضيع اللي قبل هاي، المواضيع اللي قبلها ذني اللي هن كل أداة مال المنر وإلى آخره، وأنا ذكرت هذا الكتاب ترى واحد ناس مرتبطة بناس، موضوع مرتبط شلون الحلقة، إذا فوت موضوع الموضوع الثاني خلاص بعد ما راح تفتهم. فحاول ترجع على المواضيع السابقة تحلها وتضبطها، يلا تيجي تحل هذا الثاني. عندنا رقم 3 جون واز كذا 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 other customers looked at him at his at him while بينما كان جون يتظاهر برفضه للكاش the other customers الزبائن الآخرين نظروا إليه. إذن هاي وحدة قدام ثانية، يعني حدث ويا حدث. بينما كان جون كذا كان الزبائن الآخرين ينظرون إليه. He was crazy. هاي شكل وصف مظهر. As if he were crazy. وكأنه كان مجنونا. هسا واحد يسألني استاذ ليش استخدمنا الوير؟ لأنه حدث غير حقيقي. يعني هو مو مجنون. وكأنه مجنون، هي كانت واز قلنا وير، لأن الوير لأن إذا كان الحدث غير حقيقي نستخدم بدل وي هي وير اي وير هي وير وإلى آخره، لأن حدث غير حقيقي. الجملة اللي بعدها جون rest his packet for the wallet كذا 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 he discovered he had left no هو وصل أو هي جون rest in his packet for the wallet مديده لداخل بعدين ما لقى. إذن هنا as soon as عندما أراد جون أن يأخذ الأموال أو الفلوس من جيبه اكتشف بأنها قد نسى
المحفظة في منزله. إذن يعني الفكرة عبارة عن تحليل وحل، بس على كيفنا، وحدة وحدة وقراءة، ولازم نعرف ونتعرف على الأدوات. بالمناسبة ترى نقدر نستخدم أكثر من أداة، يعني عادي، أنت مو ملزم بهذه الأدوات. أكو حال، أكو مرات نقدر نستخدم أداة بدال أداة. His apartment is near the bank. He decided to go home. طالما أن القسمة قريبا من المصرف، he decided to go home. قرر الذهاب إلى المنزل. So that والنتيجة he could get his wallet. سو يستطيع أن يحصل على محفظته. John was angry with the teller. John couldn't think clearly. John was so angry with the teller that he couldn't ولم يستطع أن يفكر بشكل يعني خلينا نقول جيد. John had gotten angry with the teller. He knew that teller was only doing his job. Although John had gotten angry, بالرغم من أن جون كان غاضبا، لأنه عرف بأن الموظف يؤدي عمله فقط. As his supervisor had instructed him. وكما علمه المشرف، كما علم المشرف. إذن يعني الموضوع أعتقد واضح إن شاء الله. مثلا never list the experience was as such that he couldn't، ما أعتقد يعني أكو بهم صعوبة. مجرد ربط بين الجملتين that he، بأنه الجملة اللي بعدها since، طالما جون had a new couldn't have experience again، he remembered to put his wallet in his pocket he left. هنا طبعا احنا نناقش ان شاء الله المعنى، هنا المعنى جدا مهم، يعني هنا ضروري جدا نقرا المعنى حتى اذا كان ما عندي معاني، انا ضعيف بالكلمه، الجمله مالته اقعد اقراها وافسر شنو معناها. رقم 10 that night، هذه تلك الليله، جون left his wallet، ترك جون محفظته. he couldn't find it easily in the morning، ولم يستطع ايجادها بسهولة في ذلك الصباح. That night John left his wallet beside him، بقربه، so he could find it easily in the morning. طبعا هنا نتيجة استخدمنا so، وبذلك وقلت لك اكو اكثر من حل عادي، مو الا نستخدم نفس الحل بالضبط. عندنا هنا complete sentences with adverb clause according to the meaning، use correct punctuation، some sentences required adverb clause. صراحة هذا الموضوع بسيط ان شاء الله وما نواجه فيه صعوبة. هذا الموضوع عبارة عن كلمات احنا نضيف من عندنا، يعني مثلا يريد time أو reason. reason معناها because، time يعني للوقت، و purpose اللي هو الغرض من هذا الشيء. الجملة الأولى قال أريد time when we entered، عندما دخلنا the restaurant، المطعم، the place we where we liked، حيث احنا حبينا. يريد هنا مثلا تناقض بهاي الجمله the food was terrible، الطعام كان سيء، نسويها جمله بها تناقض. although the food was terrible، بالرغم من ان الطعام كان سيء، people were eating greedily، كان الناس ياكلون بشراهه او ياكلون بجوع. خلينا the food was salty، يريد reason وreason وresult. والله يا اخوان هاي التمارين مهمه. The food was not delicious for it was salty. As the result many people were complaining about it. يعني اذا تلاحظ هو هنا يريد جملتين، الجملة الاولى يريدها بها reason، بعدين الجملة يريدها الثانية واحدة يريد بها result. اذا the food لم يكن الطعام لذيذا
بما فيه الكفاية حتى أنه كان مالحا. وكنتيجة لذلك as a result هاي طبعا أخذناها كهاي الأداة many people were complaining about it العديد من الناس أو اشتكى العديد من الناس بحيال ذلك أو بشيء لذلك. I had to write a check every time or reason the time when I enter to pay the bill I noticed that I didn't have enough money with يعني I had write check so I had write check هنا هو دامج نسويه بالبداية منطيك وقت حد الفارزة وبعدين بديله في جملة واحدة للريزن وإلى خمسة يريد منر وإحنا أخذنا كل أدوات المنار وأدوات التايم والريزن والبربز كلنا أخذناها نحاول نراجعها قبل أن نحل هذا التمارين. رقم ستة نعطينا جملة we will never go to the restaurant again يريد سبب since the food was not good لأن الطعام لم يكن جيدا we will not go to there because the food was terrible لأن الطعام كان فظيع لن نذهب. يعني هذا كيفك أهم شيء تستخدم reason أهم شيء سبب أهم شيء سبب. التمرين اللي بعده قال write five sentences with the adverb clause يريد جمل خمسة من هذني ويريد تستخدم بين واحدة من هذني الكلمة. الموضوع أعتقد بسيط ما راح يواجه بي أي مشكلة. أي خمس جمل تنطي وتحتوي بها هذني الكلمات بس لا أكثر ولا أقل. أي خمس كلمات. عندنا تمرين 23 يريدنا نستخدم باراجراف with no mistakes ونستخدم بها أي الأدوات. إذن يقول this paragraph has no grammar but the writing style is poor. Combine sentences whenever you think doing so will improve style. طبعا هنا يقول لك هذا ما بيخطأ قواعد ولكن ترتيب الجمل واستخدام الأدوات غلط فأنت لازم تعدلهن يعني فأنت لازم دي يقول تعدلهن عفوا أكو أخطاء لازم تعدلهن. فإذا عندك تقرأ ما أعتقد يجي بالامتحان هي تعال عدل الباراجراف يعني ممكن يجيب لك جملة صحح الخطأ الأزمنة وإلى آخره ما هي جملة باراجراف وتجيب لك باراجراف صفحة ونص لا ما مستحيل جمل ممكن يجي وجمل إيه ممكن يجي. 8-4 The reduction of adverb clauses The adverb clauses of time of time reduced adverb phrases. طيب شنو معنى هذا الحكي شنو معنى خليكم وياي خليكم وياي هنا الادفيرب كلوزز ذا تايم والريديوست معناها هو اختصار الكلام لصيغه اقل لصيغه اقل. خلينا نكتب ملاحظه خلينا نكتب ملاحظه على هذا الموضوع. للقيام بعملية الريدكشن هاي الريدكشن أو مرات يقولون ريديوس هيك للقيام بعملية الريدكشن أو ريديوس اللي هي التقليل أنا أحب أفضل أكتبها بالإنجليزي حتى امتحان حتى من يجيك بالامتحان تعرفها. نقوم بحذف الفاعل نقوم بحذف الفاعل بعد الأداة فاعل بعد الأداة ركز يمي فاعل بعد الأداة نقوم بحذف الفاعل بعد الأداة اكتب يمي نقوم بحذف الفاعل بعد الأداة ونحذف فعل الكينونة ونحذف فعل الكينونة
ونحذف فعل الكينونة ونكمل ونحذف فعل الكينونة ونحذف فعل الكينونة ونحول ونضيف ing للفعل. راح أعيدها مرة أخرى للقيام بعملية الريدكشن أو الريديوس اللي هي التقليل. نقوم بحذف فاعل بعد أداة الربط، فاعل بعد أداة الربط، وكذلك فعل الكينونة، ثم إضافة ing للفعل، ثم إضافة ing للفعل. هاي مرتين عدت الملاحظة. طيب خلينا نطبق على هذا الحكي. هنا عندي هاي الوايل، هاي أداة الربط، عندي الاي واز راح أحذفها، ورننج هي بيها رننج، خلاص أنا ما لي علاقة بها، راح أصير I fell while running down the step. خلاص بس حذفت الاي وحذفت الواز، والفعل هو أصلا بي اي ان جي، فخلاص أنا ما لي علاقة بي يعني. زين، ثانيا while I was walking راح أحذف I was، تبقى عندي walking، حذفنا I was صارت عندك I walking. I saw my psychology professor. I saw my psychology عفوا هي هاي نفس الجملة الثانية. Before I left the class. I عندي before راح أصير before leaving. زين استاذ، الاي حذفناها بس ما عندي was، خلاص انا ما عندي was، انا عندي left، شلون اضيف الاي ان جي؟ يصير احط اي ان جي للماضي، وين صاير احط؟ مستحيل اقدر احط اي ان جي للماضي، يعني انا عندي played احط لها اي ان جي؟ لا، ارجعها للليف واحط لها اي ان جي، left اللي هي غادره تصير اصلها leave يغادر، ارجعها للليف واحط لها اي ان جي. Since I began راح تصير since beginning، حذفت الاي الفاعل بعد أداة الربط، was ما عندي أصلا، begin أرجع للماضي صارت beginning. After I had taken الـ I أحذفها والـ had أحذفها، الفعل المساعد حذفتها، يعني خلينا نقول نحذف الفاعل والفعل المساعد، أتوقع أفضل، أتوقع الملاحظة لو كانت نحذف الفاعل والفعل المساعد سواء إذا كان was أو had، يعني ضيفوا إذا كان was أو had. After I had taken راح أصير after taking، ليش ما حطيت مستحيل taking متى نحط الـ ing، راح أصير after taking the class، الـ I حذفتها والـ had حذفتها والـ take حطت لها ing. Sometimes it is possible to reduce a long complicated word to shorter، مع بعض الأحيان نقدر نقلل الجملة القصيرة إلى أقصر. طيب هاي ملاحظة، the adverb clause can be reduced to an adverb phrase. Adverb clause ممكن نسوي adverb phrase if the clause begins. إذا بدأت الكلمات ب after before since when، نقدر نسوي adverb clause نسويها adverb phrase. يعني الجملة إذا كانت طويلة جدا وبادية ب after و before و since، ممكن نقلها نسويها إلى أصغر. طبعا هذا الحكي تونا سويناه هسه. هسه هاي الجملة، هاي جملتي. هاي جملتي تتكون من جملتين سويتها بسيطة، كانت complex compound سويتها اثنين. After taking class هذا صار adverb phrase، هنا كان adverb clause سويتها adverb phrase. ليش نحذفت الفاعل؟ أنا من حذفت الفاعل الجملة صارت عبارة مو جملة، قلصناها يعني. An adverb clause cannot be changed into the phrase if the subject. توني ذكرتها قبل شوية. خلينا نأخذ ملاحظة بمانة بأنه الphrase ما بيها فاعل، أما الclause بيها فاعل. هسه while I was taking هذا هسه clause. إذا قلت while taking هاي صارت phrase. إذن الphrase ما بيها فاعل. باوعلي ويا هاي الجملة. I was very sad while I was picking my suitcases. شوف راح تصير reduced، كانت close راح تصير phrase. يقول I was very sad while packing my suitcases. إيش صار هنا؟ أنا إيش سويت هنا؟ حذفت I was وخليت الفعل مثل ما هو. أول كان بي إن جي، نزلته مثل ما هو،
إذا الجملة الثانية لأن ما بها فاعل قلت عليها phrase، الجملة الأولى لأن بها فاعل I قلت عليها close. نفس الحكي ونفس السوالف ونفس الموضوع. Before I left my country راح أصير before leaving. Since I come راح أصير since coming. حذفت ال I والفعل حطيت له ing. كل شيء جديد ما عندي. While Sandy and I were camping راح أحذف هذا الحل قدامني. تمرين 23 حتى تشوف بعينك، حتى تشوف بعينك الحل. موضوع جدا جدا بسيط ومهم. يعني هو يجيب لك جمل ويقول لك أسوي لها reducing يعني قللها. موضوع جدا بسيط راح يصير. while أنا قبل شوية الملاحظة توني قلتها توري شوية. إذا أنا عند هنا Sandy and I were، هذول كلهم راح أحذفهم. يا بليش حذفتهم؟ لأنهم فاعل والواس هي والوير فعل مساعد حذفناها، صارت while camping in the بلا بلا بلا. ما سوينا كل شيء جديد، كل شيء جديد. إذا لاحظ، إذا لاحظ هاي الجمل يعني ما جبنا أي شيء جديد. Before we left صارت before leaving. After we had صارت after finding. هاي found رجعها للfind صارت founding. When Sandy looked around when looking we saw many beautiful while we were fishing. هاي we were حذفناها والفيشنج نزلناها مثل ما هو. موضوع بسيط أقسم بالله أبسط من عنده ماكو. After we had caught هاي رجعها اللي هي catch طلع ينجرح يصير after catching. We talked about beautiful day while we were eating our dinner. While eating we were حذفناها. نفس الحكي ونفس السوالف ما عندنا ولا نقطة شيء جديد. طيب هسا راح نجي على الادفيرب كلوز reduced adverb phrase. خلينا نكتب ملاحظة. تقول الملاحظة if the adverb close، إذا adverb close اللي هم الأدوات الوين والوايل والبيكوز، إذا أجلنا هذول الأدوات بالبداية. ملاحظة إذا جاءت الأدوات وين وايل وبيكوز، ملاحظة إذا أجتني الوين والوين والوايل والبيكوز في بداية الجملة، في بداية الجملة يمكنني حذف الأداة والفاعل، الأداة والفاعل مع إضافة ing للفعل الذي يليه. راح أعيدها مرة أخرى. إذا جاءت أدوات الوين والوايل والبيكوز بداية الجملة يمكن حذف هذه الأدوات وحذف كذلك الفاعل وإضافة للing وإضافة للفعل الذي بعده أو الفعل الذي يليه ing. إذن إذا لقيت هاي الأدوات أقدر أحذفهن وين my ماذا. إذن طالما عندي وين راح أقول seeing my كذا. أنا عندي saw رجعتها على c وحطيت لها ing. أنا عندي while I was waiting صارت while I was waiting صارت waiting. حذفت الـ while والـ I والـ was لأن الـ was فعل مساعد احنا قلنا نحذفه. طيب بالله بعد ايش عندنا الجملة اللي بعدها because I want to be brave. انا عندي want حطيت له ing طبعا رجعته للمضارع اكيد مصدر سويته ing حذفت الـ because وحذفت الـ I. التمرين اللي بعده أبسط من عنده ماكو، أبسط من عنده ماكو. Because I didn't know راح أحذف ال because وال I وال didn't وراح أقول knowing. When I got in the taxi راح أقول getting. While I was riding راح أقول riding. Because it was pretty late. Because it was pretty ليه؟ إذن هاي الجملة تبقى نفسها. ليش؟ لأن ما بيها فعل. Because it was هاي راح نحذفها pretty. إذن هاي ما بيها فعل. نعم ما عدنا بيها فعل رئيسي
ما عدنا بيها فعل رئيسي، لذلك راح نخليها مثل ما هي اصلا ما تنحلها. ما نقدر نسوي لها ريديوسنج، احنا الريديوسنج اللي بنسويها غير نسويها اذا كان عندي فعل وكان عندي شبه جمله اصلا ما عندي، يعني ما اقدر. فمثلا عندك when I arrived، احذف الوين والاي راح صارت arriving، because I had no change راح يصير having. نعم having no change. When I give him راح يصير giving him. وين راح نحذف الهاي giving. While we were talking راح يصير talking راح يصير talking. هذا الحل. مثلا على سبيل المثال because the police officer هاي قلنا راح يصير taking because the police officer didn't change. إذن couldn't change ممكن نبديها ب changing أو no changing لأن هو نفي طبعا. no changing not being able not being able to change هم ترهم صح. not being able to change هم يصير not being able لا تكون لا يتغير طبعا لأن عندنا could. بس هو could هنا يعتبر فعل مساعد تقريبا، فنقدر نبدي ب changing. أعتقد نقدر نبدي ب changing مباشرة يعني عادي يصير نبدأ changing. When I finally entered my room هنا قايل لك entering أكيد راح نحذف هذين كلهن ونخلي الانتر رجع للمجرد ونضيف له ing. التمرين اللي بعده بسيط كلش، يريد من عندنا نكمل. Since coming to this university I had studied hard. مجرد نكمل، منذ أن دخلت إلى هذه الجامعة وأنني أدرس بجد. Before leaving قبل أن أغادر. Before leaving my hometown بلدتي أو مدينتي. I used to work in the shop. موضوع بسيط يعني مجرد نكمل. While going to my classes I talk to my friend وإلى آخره. هذا هو الحل قدامنا نشوفه، هاي 3 وهاي 8 وهذه 10. While talking to my father أثناء تحدثي إلى والدي. I didn't know what to say. طيب طبعا هذا كل ما موجود بالنسبة لتمارين اللي موجودة بالكتاب. عندنا هنا مراجعة بعض الأسئلة وبعض الأمور، صراحة أفضل أن نقرأ المادة ونضبطها عندنا بالله هذه هم شوية موضوع adjective clauses. عندنا هذا section 2 قايل combine groups of sentences أربط الجمل بأدوات ربط. موضوع بسيط هذا إن شاء الله. يقول the last test was difficult آخر امتحان كان صعب. I received high grade on it. I had studied for it. يقول كان الامتحان صعب وأنا حصلت على درجة عالية. إذن هذا شنو من المعنى واضح هذا تناقض، بالرغم من أن الامتحان الأخير كان صعب إلا أنني حصلت على درجة عالية. السبب because I had studied hard for it. إذن هنا بهاي السبب راح استخدم هنا مثلا although بالرغم. although مثلا طبعا خليها بالبداية عادي. although the last test was difficult بالرغم من ان الامتحان الاخير كان صعب. I received high grade on it. اذا وراها راح اقول because I studied for it. طيب استاذ انا ضعيف ما عندي معاني، شلون راح تجينا بالامتحان؟ شلون راح احلها؟ والله 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 وأنا مسؤول عن هذا الكلام. اللي يقرأ هاي التمارين ويحفظ المعاني به أي جملة تجي لو خارجية يقدر يحلها، لأن هو هذا المنهج مليان تمارين ملي يفسخ لك المادة تفسخ، يعني ما يخلي لك تحتاج شيء إطلاقا، ما يخليك تحتاج شيء نهائيا. The last test was difficult I received. إذن أنا من أقرأ وأترجم، ومو بس أقرأ وأترجم أحفظها للجملة،
اقراها واقرا المعاني اللي بيها، حتى لو انا ما عندي معاني ضعيف اظل اعيد بالجمل، اقراها وترجم اقراها وترجم اقراها وترجم، ونحاول ما نترجم بالكتاب، نحاول الترجمه تصير على جنب على صفحه، حتى من نجي بعد يومين ثلاثة ايام نراجع الماده ونقراها بدون ما نباوع الترجمه نعرف الترجمه. The last test was difficult. I received ما اعرفها اكتبها. received معناها يستلم او يحصل او يلقي، او انا لقيت وحصلت على درجه عاليه. I had studied for it لانني درست. إذن السكشن هذا راح يصير الحل مالته. الجملة هذه الأولى، إذن راح نستخدم although بالبداية وراها because بس. The part 3 الجزء الثالث من الامتحان was long كان طويلا. almost didn't finish لم أستطع أن أنهيه. إذن الجملة الأولى يقول كان طويلا ولم أستطع أن أنهيه. شنو العلاقة ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ يقول الاختبار الجزء الثالث من الاختبار كان جدا طويلا. almost I didn't finish it لم أستطع أن أنهيه. إذن من هاي الجملة إحنا شيوحة إن هذه العلاقة ما بين الجملتين شن هي؟ فمن أقول part 3 in her office at noon while she was waiting lunch بينما كانت تأكل الغداء. طيب الجملة اللي بعدها 4 a few students start studying they will not pass the class لن ينجحوا في الامتحان. عدد قليل من الطلبة بدأوا الدراسة they will not pass the class لن ينجحوا أو لن يعبروا هذا الصف. نريد نعرف شنو العلاقة ما بين الجملتين. عدد قليل من الناس بدأوا يقرؤون they will not pass the class a few students start studying عدد قليل من الطلاب بدأوا يدرسون they will not pass the class لن ينجحوا في الامتحان. عدد قليل بدأوا الدراسة ولن ينجحوا في الامتحان. أريد نعرف الأداة بين هاي الجمل. يعني من أقول some students in the class يعني إحنا طبعا هاي الأسئلة كلها يعني أي سؤال يجيني بشكل عرف هذا التمرين بغض النظر عن هذا التمرين يعني. أنا طبعا مرات التسجيل يقف يعني عندي مرات التسجيل يقف عندني أثناء الكلام يقف التسجيل لأنه عندي هواية تسجيلات واللابتوب ما يتحمل تسجيل كثير فمرات يتوقف التسجيل بس هنا أحب لأن ده يطلع يوم يتوقف يعني التسجيل فمرات من يتوقف التسجيل يعني جزء الكلام يكون واضح بعدين تقدرون تشوفونه يعني. الفكرة هنا أنه هذا التمرين بشكل عام من أجي أريد أحله أستخدم يعني إذا اشتد بيك الأمر فدنوب اشتد بيك الأمر جدا يعني بتريد تحل ما دايرهم الحل حاول تستخدم أكثر من أداة وتشوف المعنى رهم لو ما رهم تشوف المعنى رهم لو ما رهم. يعني مثلا بالجملة هنا part 3 in her office at noon since she was eating مثلا while استخدمت while بعدين اقول وين نبى اقول سينس استخدم هاي الادوات اللي انا حافظهن واشوف يا وحده راح تجي اقرب عليهن وخلص اشوف وحده اقرب شيء بالمعنى يجي راح يصير تمام. يعني هسه هاي الجمله الخامسه بين سبب يعني ما يصير اقول سينس السينس ما راهمه بهي السياق بهيجي سياق يعني سبب ونتيجه بس هاي اكو سبب هم ظلوا stay up late كانوا متيقظين لأنهم they managed to get to the class on time لأنهم أرادوا أن يصلون إلى الصف بوقت مناسب. فهذا هي الفكرة يعني إحنا نحاول نستخدم خصوصا بالامتحان لما يجيك الجملة حاول تستخدم أكثر من أداة إلى أن تشوف أنسب أداة ومرات الأداة تستخدمها بالبداية مرات تستخدمها بالوسط هاي إذا اشتد بيك الأمر وإلا أن الجمل كل البسيطات وواضحات يعني وإن شاء الله ما تواجهون بهن أي صعوبة. طبعا هسه أنت تواجه هسه أنت إذا تشوف أن تحس أن صعبات عليك أكيد لأنك ما قاري
بس ارجع اقرا الماده وحل التمارين اللي اخذناهن وحاول تختبر نفسك وتعال راح اشوف شلون سهل احسن. تعال شوف شلون احسن سهل. بالنسبه لسكشن 3 يقول اكمل الجمل التاليه فراغات يا مسهلها. يقول هنا كونتراست تناقض، اذا اريد ان استخدم تناقض يقول both كلا الانستين فلانه وفلانه gave us too much homework. اذا اريد تناقض although the time is not too long، بالرغم من ان الوقت ليس طويل، او although the examinations are very soon، بالرغم من ان الامتحانات قريبه جدا، كلا الانستين فلانه وفلانه اعطتنا واجب منزلي طويل. يعني يا مسهلها، تخيل ابسط شيء هاي. مثلا هنا على سبيل المثال يقول during the test خلال الامتحان the usual let the students يجعلون الطلاب يجلسون sit where كذا كذا كذا. شو تحب تضيف؟ ضيف where خلال الامتحان their students sit يجلسون الطلاب where they watching them بينما هم أو بالمكان الذين هم يشاهدون فيه يشاهدونهم فيه. يعني الموضوع إخوان كلش بسيط والله جدا بسيط. ممكن يعني هسه ما يحضرك شيء جمل، بس بالامتحان وعليك يعني عندك درجة لا راح يحضرك، وانت حاول تحل هاي تتدرب عليهم. يعني حاول تتدرب عليهم. يعني مثلا الجملة الثالثة إير تايم مستر فلان was checking our writing assignment، هذا وقت when I arrived home من عندما وصلت المنزل مستر فلان كان يشيك الأوراق أو الواجب مالتنا. طبعا ليش قلت when I arrived ماضي؟ لأن هو قايل was، لازم نراعي الزمن ما بين جملتين أثناء الكلام. نفس الحكي ظروف المنر ظروف الريزن، أنا منطيك الأدوات مال الريزن منطيك الأدوات مال المنر منطيك الأدوات مال التايم، وأنت مجرد تجي تحل حسب ما موجود عندك وبكيفك وبكيفك. شي تريد تحل حل، أهم شي شيل الوقت وأهم شي للزمن. مثلا رقم 5 يريد للوقت مستر فلان told us there is no homework for the next week. طيب when we finish the chapter 4 عندما أنهينا الشابتر الرابع هذا مال تايم، احنا ما عندنا واجب. مستر فلان قال لنا انه انتم ما عندكم واجب للفصل او الاسبوع الجاي because we will have a school holiday، لاننا سوف نملك عطلة او سوف نقضي عطلة مدرسية او university holiday عادي، لاننا سوف نقضي فلان كذا عطلة، او because we will have off Oh, here we have holiday. We have عيد الفطر. We have كذا. We have أي شيء. إذن مجرد إحنا راح نكتب سياق بسيط. فلان قال لنا إن إحنا ما عندنا واجب. بالبداية خلي زمن وقت. When we study Islamic أو religion ندرس إسلامية. مستر فلان قال لنا أنتم ما عندكم واجب. Because it is easy. Subject لأن الموضوع سهل مثلا عن طريق reason سبب بس لا أكثر ولا أقل. وهذا الموضوع الآخر يريد شو اسمه reduced phrase in a full adverb clause. طبعا هنا أخوان يريد بالعكس، يعني هو منطيك الجملة ويريدك ترجعها الأصل. احنا مو كنا نقول we were driving ونحذف الwe were، هسه هو منطيك driving يريد من عندك انت تحط ال while. يعني هو كان قبل ينطيني مثلا while we were driving ويريد من عندي اختصرها اقول له while driving، هنا ايش راح اسوي؟ راح اقول we were driving. هسه تقول لي شلون عرفتها where؟ ما هاي هي الwe، انا راح نقول we were بس لا أكثر ولا أقل. before leaving ممكن أقول before we were leaving.
أو سي when I أو when he saw، لأن أنا عندي سي رجعها للماضي يصير saw، لأن يعني إحنا ذكرنا بأن I when I saw نحط الوين، إحنا نحط، إحنا مو كنا نحذف الوين، هسا إحنا راح نحطها. موضوع بسيط يعني أبدا مو صعب. After getting we were getting cold when we were كذا. After getting صير after we were getting، يعني موضوع إن شاء الله أبدا ما بي صعوبة، أبدا ما بي صعوبة، نفس الحكي نفس السوالف اللي أخذناه.